بعض الناس المشهورين بقراءة المعروفين بقراءة الرقية يقرؤون على الماء والزيت رقية شرعية ثم يبيعونها للناس، وهي طبعا قد تنفع وقد لا تنفع بأمر الله وقضائه، فهل يجوز أخذ ثمن هذه الرقية المباعة؟ أولا نسأل هل هذا من المشروع أن الإنسان يقرأ في الماء أو في الزيت ويدهن به المريض أو يشربه أو لا؟ وجوابي على هذا أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغاية ما سمعت في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أصبعه بريق ويمسحه بالأرض ثم يقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربنا. ولكن ورد عن السلف والأئمة ما يقتضي جواز ذلك، أن القارئ يقرأ في القرآن في الماء ويشربه المريض. هذه من جهة أصل هذه المسألة. أما من جهة الأخذ الذي وضع عنها وكونها تجعل صيدلية يفتح الإنسان محل ويضع فيه هذا الماء أو هذا الزيت، وسمعت أيضا أن بعضهم يقنن لكل نوع من القراءة ثمن، مثل آية الكرسي بعشرة والفاتحة بعشرين وهكذا، هذا غلط. وسبحان الله فيما أظن أن ذلك لا ينفع، لأن هذا القارئ لم يكن مخلصا في قراءته، صار يريد بعمل الآخرة الدنيا فلا ينتفع. وانتفاع بعض المرضى بذلك والله أعلم، لأن نفوسهم تنفعل ويعتقدون أن ذلك ينفعهم، والاعتقاد له تأثير قوي جدا على البدن، لأن البدن تابع للنفس، فإذا اطمأنت النفس إلى هذا الماء أو هذا الدواء صار مؤثرا بلا شك. أفهمت؟ لهذا أوجه النصيحة من هذا المكان إلى إخواني القراء أن لا يتخذوا القراءة وسيلة للتكسب الدنيوي، وأن يكون أكبر غرضهم نفع إخوانهم المسلمين، ثم إن أعطوا شيئا وقبلوه فلا بأس بذلك، وإن تركوه أيضا حتى بدون شرط فهو أفضل بلا شك. أما أن يجعلوا هذا شيئا كما وصفت، شيئا مقنن وكأنها صيدلية يختلف في الدواء، فهذا غلط. لكن هنا مسألة، لو أن أحدا قال أنا لا أقرأ على هذا المريض إلا بكذا وكذا، وهذا غير مسألة الماء، فهل يجوز؟ نقول جاءت السنة بجوازه، جاءت السنة بجوازه في قصة القوم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فنزلوا على أناس استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فسلط الله على زعيمهم وسيدهم عقربا لدغت وكانت شديدة، فقالوا لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بنا لعل فيهم قارئ، لعل فيهم قارئ أن يقرأوا عليه، فجاءوا إلى الصحابة وأخبروهم الخبر وقالوا لا نقرأ لكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا، وعينوا لهم قطيع من الغنم، قالوا لا بأس. فذهب أحدهم أي أحد الصحابة فجعل يقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحة وهو لديه يتلوى من السم، فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام هذا اللذيق كأنما نشط من عقال، يعني قام سليما ليس فيه شيء، ثم أخذ الغنم وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه في ذلك، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، اللهم صل وسلم عليه، قال اضربوا لي معكم بسهم، هل هو محتاج لذلك؟ لا أظن ذلك، لكن لأجل أن تطيب نفوسه بأخذه. ثم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجراً